التعليم. التعليم كان اللي عنده 4 ديال الدراري وثلاثة ديال الدراري، عندنا مستوى السادس، وملي كيطلعوا من السادس خاصك تخلص عليهم ترانسبور 4 مرات في النهار، بار خدام 50 درهم، سير عليهم ولا تجيب لهم ترانسبور. عندنا هذا البني عشوائي، يعني السادس فقط كيقراو الدراري من 8 ل 12 ولا من 12 ل 5 د العشية، ولا ملي كيلحقوا السادس الفوق قال لك التعليم باش غادي نعلموهم وباش غادي نقريوهم. حنا ساكنين في السكنة عشوائية، يعني كتقول لي تيجي عندك عندك 4 ديال الدراري، رجال تبارك الله ما قادرش نجوجهم، علاش؟ ما عندهمش فين يكونوا معايا. حتى ملي يجي يقول لك نعطيكم الشقة، الشقة كيديروا ليها الناس جوج ثلاثة في البحر ولا كنديروا ليها؟ اللهم برك ولا هذيك الشقة اللي غادي يعطيونا. حتى ملي كيعطوها لينا أصلا أختي ملي كيعطوها لينا أقسم بالله ما كيديروا لنا شي شيء بعد 15 يوم كيعطي داك الشيء كامل وكتصبح القوات في القناطر عليك. ما كاين والو، ما كاين حتى حاجة. حنا نسيب الشركات عندنا في الصغيرات، ما نقولكش شحال ديال الشركات كنتفاهم الأبناء ديالي، أنا كنشوف كنوقف عندهم كنقول لك خويا الصافي أشنو كيدخلوا لي بعاد ولا قراب. لا حنا كنخدمو ترانسبور وكنهضرو على السكن، كنخدمو كاين المرأة اللي كتخدم في الجردة وما عندهاش راجلها معاق كيمشي يعيش في جمعية كيقول لها أنتي مجوجة. أسيدي راه هو هزام عندك 5 ولا 6 ديال الدراري في الغرب، نعطي راسي أصلا أنا خارجة الكفة ديال سيدنا كنعطيوها للمرأة الأرملة والمجوجة مصيبتها مصيبة. تهلاو الله عليها وتشوفوا أشنو جاري معاها. واليوم كنطلب كل حاجة وحدة، كنطلب من هاد الجمعية، راه اللي طلع تيكذب علينا. أنا منظمة 3 مرات أصوات، 3 الحزب ديال أصالة ومعاصرة، منين نظمتها كينجح كي المرأة وكيعطيني أوهام وكلام وهذا. أقسم بالله لو وليت كنمرد من دراسي اللي باق الله، اليوم جايبيني بزز حيت الشمانة خايفة، خايفة ندير معاهم هذا الشيء درت معاهم أول مرة، كيعطوني وعود وما كيديرش فيها وكيخلوا الناس كيجيو عندي ويقولوا لي نسير عطيتينا الكلمة وعلى ود صوتنا. واليوم كنطلب يا ربي يا ربي ما تحاشمناش مع الجمعية اللي غادي نكون معاها، غنكون معاها من حسني كنكون معاه، غنكون معاه بولادنا وبعيالاتنا وبكل شيء، ولكن كنضمن الله ما يكذبوش علينا، يعطيونا وعد حقيقي. حنا راه فاتتنا وانا ولادنا بغيناهم يكونوا طالعين شويه، بغينا غير ولادنا يشوفوا شي حاجه الضوء. انا مزاوبه في ربي، واش قوات ما كاينش البلاد كعباد الله؟ سيدنا عقد السكن ولا الناس اللي داخله ما عاقلش فينا، ما